فضائل محمد سمعون، مهندس مدني، أعمل في القطاع الخاص. كان عندي إصابة قديمة وحضرت للمستشفى، وفي مجال الرعاية الطبية كنت أتعالج في مستشفى في مدينة جدة، وصراحة العلاج طول وما كنت ما استفدت أي حاجة، فنصحني بعض الزملاء بتوجه مستشفى طب جميل لأنه متخصصين في العلاج الطبيعي، لأنه بحكم أنه إصابتي كانت تحتاج علاج طبيعي وتأهيل. فاتجهت للمستشفى والحمد لله يعني لقيت أخصائيين ممتازين، خاصة الأخصائي عاصم حسن، تعاون معي تعامل كبير في إصابتي واستفدت استفادة كبيرة، سواء في المستشفى في التمارين اللي كنت أديها معاه أو الأجهزة اللي كان يستخدمها معايا، وخارج المستشفى حتى كان يتواصل معايا وينصحني بعد النصائح. وكان بصراحة مستوى الخدمة ممتاز جدا، سواء من ناحية التعاون أو من ناحية الأدوات المستخدمة أو التمارين أو جميع الخدمات كانت متكاملة وممتازة جدا بصراحة. لولا الله ثم مجتمع جميل لما كنت الآن متواجد معاكم في هذا المكان اليوم. نتمنى لهم مزيدا من التقدم والازدهار. 75 سنة جميلة.